وحتى الرجل اتطور بقى لما يقول للمرأة الفلانية بتحبك يرسل قبلة في الهواء، والوثائق موجودة، فيديو صورة وصوت وسيم يوسف يغمز بعينه ويقبل المرأة في الهواء. ما تحب تسمع لك والله العظيم ما كانت اتصلت بك، تراك انت من الناس اللي هي تحب تسمعك، انت بالنسبة لها غذاء روح. شو اسمها هي؟ ما تحب تسمع لك والله العظيم ما كانت اتصلت بك، تراك انت من الناس اللي هي تحب تسمعك، انت بالنسبة لها غذاء روح. شو اسمها هي؟ انا ما اعرف اي سفاهة المسلمين دار ينتظروها بعد دم مثل هذا الرجل وامثاله واشكاله. وبرضه في ناس يحضروا له وزول يقول كلام الرسول فكر قذر. نقلت لبيت امام مسجد كان المسجد يحمل فكر قذر من التشدد اللي قائمين على المسجد وليس المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد ضرار، فالقائمين على المسجد كانوا يحملون فكر قذر جدا. المرأة عبر المرأة كذا، المرأة كذا، وزول يلعب باعراضكم اعراض المسلمين. الناس يقول لك والله يا اخي استفتيت الشيخ وسيم، ده شيخ؟ طيب الصعلوق يكون كيف؟ انا دار اعرف اذا كان ده الشيخ، وروني تعريف الصعلوق المجرم السفيه قليل الادب حيكون كيف؟ وانا متاكد حي ناس مجرمين يقول لك لا ليه تنبذوا؟ زول قال كلام الرسول فكر قذر. تقول لي ما اقول لي انت قذر؟ انتوا بتتكلموا كيف؟ اتعجب من ناس يغضبوا للسفيه ده وسيم يوسف، وما يغضبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.